أحسن الله إليكم. يقول في سؤالي الأخير: في مساجد منطقتنا هناك أولاد صغار يجعلونهم بل يجعلهم مشرف المساجد في الصف الأخير من المسجد وحدهم، هل تجوز صلاتهم أم يحسن أن يكونوا في وسط صفوف الرجال، علما أن وجودهم بين الرجال سوف تكون منه بعض المآسي كالإزعاج ونحو ذلك؟ وهل يجوز أن يكون الصف حقهم بين الصفين، هل يجوز أن يكون حقهم في الصف بين الصفين من صفوف الرجال حتى تكون عليهم الرقابة من الرجال؟ وجهونا الأصوب في ذلك، جزاكم الله خيرا. من المعلوم أن الأطفال إذا اجتمعوا يحصل منهم تشويش ويحصل منهم ما يتنافى أو ما يخل بالصلاة أو يشوش على الآخرين. فهؤلاء الأطفال إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز صحت منهم الصلاة، فيفرقون في الصف، لا يجعلون في مكان واحد أو في صف واحد مع بعضهم، لأنهم حينئذ يتمكنون من العبث بعضهم مع بعض، ولكن يفرقون في الصف ويكونون بين الرجال من أجل ضبطهم. نعم.